ويا قتا. نعم. راه تسعود هادي واش انا ما عرفتش نفطر ولا؟ ايوا خويا افطر في داركم عاد اجي. واش لا عنده شي مصيبه بحال هذيك غادي يفطر في الدار؟ انا راني بغيت غير في الطوموبيل. هو انا مالي؟ الا سهل الله وطلقت بها راه نتزوج بيك. تفضل اسيدي تفضل. غي سكت اوليدي سكت. لا ما تخافش باك صبح شويه لاباس وقال لك بغى يمشي للشركه. صافي وليدي عفاك جدي جدي. تفضل مرحبا. زيد غير شويه تفضل. حاجه صباح الخير. كي صبحتوا لاباس؟ الحمد لله. ياك لاباس ياك ما الحاج تزاد عاوتاني عليه الحال. لا بالعكس صباح لاباس عليه. اسمح لينا وليدي لخلع عنك. احنا ما كنحسبوكش باللي محامي العائله كنحسبوك ولدنا بحال عمر. حتى انا كنحسبكم واحدين من العائله. ودابا فين هو الحاج؟ عرف المكتب ديالو غطلع عنده غنطلع عليه الفطور ويجيب لك ديك القهوه المعصره اللي كتبغي. الله يهديك الحاجه انا ما كنحملش القهوه دير لي غير كويس ذاتي. كتبغي اتاي؟ واخا كنقولها لك كتنسى. واخا معليش واخا. تفضل سي الحاج. على سلامتك. الله يسلمك اولدي. كي بقيتي شويه؟ الحمد لله اولدي بحال كنت غير كنكذب. الشفاء جا من عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. تفضل اولدي تفضل. يا الله هذا راه واحد المشروع ديال شي عماره جداد كندرسو ولكن ماشي هادشي اللي شايط عليك. داكشي اللي وصلتك عليه توثق؟ سي الحاج كلشي متق. ويلي 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 الياقوت بقى ما ساليتي؟ لا كلشي واجد لاله انت. ايوا سربي سربي الحاج غيهبط يفطر معانا. لا الحاج براه غادي يوقف على رجليه. الحمد لله ناض مع الفجر وصلى ودوش ولبس حويجات وقال لك غيمشي للخدمه. غيمشي للخدمه هو مازال مريض. درتي اتاي؟ هي لاله واجد. ما ديري السكر؟ لا ما كنديروش. شوفي صاوبي ليا شي قهوه تكون زوينه للمحامي ما كيشربش اتاي. واخا لاله على راسي وين. صوبتي ليمون؟ ايه كاين واجد. يلا هاري هاري سربي. ويلي فين هو الليمون؟ ويلي فين هو؟ يلا وجدي دغيا وجدي. ويلي يا لاله ها هو في يديك. عطيتيه ليا ونسيتي. ويا خوت اش بغيتي عاوتاني؟ بغيت نجاوب الحاله المدنيه. كيفاش بغيت؟ بغيت الفطر. سير عافاك الحاج راه غينزل دابا وختي توجد لي الفطور. ياك ياك على البارح كان عيان كان كتف دابا صافي براه. وسير عافاك خليني نقضي شغلي. اشوفي انا الحاج ما بغيش نظلم وما بغيش نعرف بلي راك كتخليني بجوع. انا تنجوج بك وغير محرك. على كل حال انا مطمئن عليك. الحمد لله لا غيكون هاني. الحاج الحاج بقى في بيت كان غنجيب لك الفطور. الله يهديك الحاجه باش ما بقيتش فيك الشهر هذا وانا كناكل في البيت. خليني نتفوش يلاه رضي عليك. زيدون انا كنحس براسي مزيان هاد الساعه بخير. بخير اه جاجيك الزاج. بس ما كان بالكش انا بخير. الحاج والله الا بخير. وفين كنا وفين ولينا؟ غير الحاجه خايفه عليك سير. عيبش بخير ومنور وغزال ولكن خصك تبقى في الدار. راه عمر في الشركه وبحال كاين حتى تما وزيدين كاين اللي معاونو. السي نور الدين زعما ما كيسمع كلامك. واش نقول لك انا حاولت معاه بصراحه ولكن بالي الحاج بحال قنط. ما سي نورمال خليه يخرج بحراني حتى هو محتاج يخدر عويناتو شويه. علاش كضحكي؟ لا لا ما ضحكتش. هو اللي قال ماشي انا. على ما حال خليت لك الراحه سي الحاج. ايوا قهوتك اللي صوبنا لك. يا الحاج رانا ما كنبغيش القهوه كنشربها تاعي. ولكن ما تعذبيش راسك عندي واحد الجلسه مع تسعود والله يعاونكم هاد الساعه. وبالنسبه للامور الدواسيه الحمد لله والله الا كل شيء هاني. الحمد لله. الله يطول لك في العمر. الله يرضى عليك يا ولدي. يلا
فين هو الفطور؟ غادي يجي الفطور، غير ما تقلقش لي. انا مشيت انا. بابا حبيب لبس عليك سبقيتي في بعدا. اهلا بنتي. لبس عليك. لبس حدايا الغزاله ديالي. قولي لي. نعم. ما مشيتيش للمدرسة ديالك اليوم؟ لا ما الجمعه حنايا تنقراوش. والله الا نسيتها بنيتي. شرفتي وهرمتي. انا شرفت وهرمت. اييه. مزيان دابا اليوم غاتمشي تفطر معايا يالا. واقب حبابي. حقا نكذب عليك زين الجوع بزاف. ديك الجوع يالا يالا. يالا زيد. عمي على سلامتك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يسلي يا ربي. راك منور عمي الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله. صباح الخير هيثا. فين حفيدي؟ فين ادم؟ يلا كينعسوا دابا عمي حيت كيدير سنان الليل كامل. ما نعستش معاه بقيت فايقه. نمشي نجيبو ليك. جيبيه ولك بلا ما تفيقي. الله يرضى عليك. واخا عمي. تهلاك بابها؟ أنا الحمد لله. السلام عليكم. أنا حبيبة ديالة غيتا. بس عليك. الحمد لله حبيبة. الله يخليك. اللهم والديك. الله يخليك ديما تحكي. فاق ما تخافش ما تخافش. شوف راه ما قلتلوش بنتي برا. فين هو دابا؟ هو هنا كيفطر. با على سلامتك. على سلامتك. على سلامتك. عرفتي ما تصورش شحال فرحت. عيطات لي حاجه قالت لي راه الحاج وقف. جيت كنجري. الله ينورك اوليدي. ها هو ادم. اجي عند جدو. اجي عند جدو. اجي عند بابا. اجي خليها عندي الحاجه. اوبا. الله يرضي عليك يا ولدي. الله يرضي عليكم مجموعين. تقدروش تصوروا شحال انا فرحان وانا كنشوفكم قدامي قدام مجموعين على الطبله. ولهذا ولدي الله يرضي عليك. امشي حتى تقدر العمر. تهلا فمك واختك مراتك عزيزه. صافي صافي دابا انت وليتي لاباس عليك وبارك علينا. فطروا فطروا بسم الله. بلاتي بلاتي. ياقوت ياقوت. هاجي هاجي هاجي. شوف سيري دير لنا شي تصويره مجموعين مليح هكا الحاج. خلي ادم عندك. غيتا نجي حداك انايا. يلا بسم الله. الله يعاونك. آمين. Thank you.
شكرا اختي فوزيه. حتى انا بغيت نقول واحد الكلمه في حق با الحجر الرادي اللي لحم كتافي من خيره، وغادي يسمح لي السي عمر الا قلت باللي الشركه كانت مظلمه بلا بيك با الحجر الرادي طول هاد الشهر اللي كنتي فيه مريض. ولكن كلمه حق، السي عمر ما قصرش مجهده ودار مجهود كبير باش الخدمه تبقى غدا بحال الا انت كاين هنا. السي الحجر الرادي ما تصورش حنا فرحانين بالرجوع ديالكم، وكنتمنوك الشفاء ان شاء الله. الوالد راه واخا كان مريض كنت كنوصلوا الخبر ديالكم كل نهار، كان كيسول عليكم بواحد بواحد، وبالنيابه عليه كنشكركم كلكم وعلى راسكم السي عبد العالي اللي كنا كنسهروا انا وياه حتى نص هاد الليل باش كنحلوا المشاكل ديال الخدمه. شكرا عبد العالي. ما نكذبش عليكم، سحاب المره كنت كنقول مع راسي محال واش باقي نجي لهاد الشركه نشوفكم من جديد، حيت المود زارتني سحاب المره ولكن مازال ما في الاجل. جيت لعندكم باش نقول لكم اولادي الله يرضي عليكم على كل ما قدمتوه من الاخلاص للعمل لهذه الشركه اللي كنعتبرها شركه ديالكم قبل ما تكون ديالي. ولهذا كنطلب منكم تسامحوني. علاش؟ الى شي مره فرطت في حق من حقوقكم، ولهذا راني غادي نعطي التعليمات لولدي عمار باش يراقب ويشوف المرتبات ديالكم ويزيدكم في الاجر ان شاء الله. هذا نسخن الامان. كيف خلوا الوالد دابا نسي؟ با مات الله يرحمه هادي 15 يوم. الله علاش ما قلتهاش ليا بنتي؟ با الحاج ما بغيناش نقلقوك وانت يا مريض. وخويا عمر راه قام بالواجب با الحاج. والكنازه دازت بحال كاين انت. علاه خطك علينا با الحاج؟ خيرك مغرقنا. الله يعظم الاجر بنتي. اليوم ان شاء الله في الليل غادي نجي عندكم نزوركم باش نعزي وندير الواجب. مرحبا بك في اي وقت. ولدي عمر انت دابا بالسلامه وليتي في بلاصتي، راني فرحان بزاف لانك مشيت الامور كما ينبغي كيف بغيت انا. دابا ولدي الا جاتني الموت غادي نموت مرتاح مع راسي. با الحاج ما تقولش الهضره، انت راه هو الخير والبركه ديالنا. اسمح لي يا با، واش ما كتشوفش بلي هاد الزياده اللي وعدتي بها العمال ما جاتش وقتها، خصوصا في هاد الازمه اللي كنعيشها كلنا؟ اولدي الازمه راه على كل شيء، وهاد الناس ملي كيفيقوا في الصباح كيلقاو زياده قدامهم، زياده في المواد الغذائيه، في المدارس، في ليسانس، راه ما يمكنش اولدي ما تزيدهمش ولو حتى بالنسبه قليله على الاقل. كي سمحتي لي يا با الحاج، السي عمر عنده الحق، راه الناس اللي كنخدموا معاهم كيعطيونا فلوس نايل بالطليب والرخيم، وكاين شي واحدين كنوصلوا معاهم حتى للمحاكم. عمر انا ولدي قريتك وصيفطتك لامريكا غير باش توقف قدام هاد المشاكل. المشاكل يا ولدي راه من زمان هما كاينين. على ولدي هاد الشركة غير جات وقفت على رجليها، راه با مالك با عاد علي جيب 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 الماء. با مالك كي لاباس؟ فوزية فوزية با با عبد العالي عبد العالي عيطوا الطبيب عيطوا. حبيبنا محمد عليه
غيتا اش حبيبتي بخير زيقا محمد غدا زايدة عافاك غيتا الله يهديك والو كانت انت الله يهديك مالك مالكم معاها بغات تشعلش مع الحاجه شوما تيخرجوا الناس ونشعلوا الشميعات لا هذا مضافكوا بزاف واحد الزعيب تنحبوا تموت على واحد الزعيب بزاف كثر وانا ما حسيت تسم تسم تاع الهوا ديالتي واخا الحبيبه ديالي يخرجوا الناس نزعوا بزاف اش بغيتي واخا حبيبه ديالي الله يرحمه السالي بغيت عافاك لا صافي خليها مال اختي غيتا مالها عافاك قالت لك بغات تشعل الشميعات اختي غيتا ما تشكيش عافاك شوف امي انا نديها معايا وندير اللي بغاتي اجي معايا سبحانه ويفعل في ملكه ما مشمعك بس مشمعك بس اسمعين يا اختي انا عارفك مقلقة حيت مات الحاج شوف غدا ان شاء الله غير نمشيو للناس غنجيب لك الشمع صافي صافي يلا ما تقلق يا عمر سي نور الدين جايزك السلام عليكم السلام عليكم بارك في راسكم بارك الله فيك سي نور الدين بارك الله فيك بارك في راسك غيتا اجي معك واحد دقيقه فيك لا لا والو غير قال لي ندوز عندو البيرو الا ساليت شفى الضر عن فاش كتخمم بدنا نتناسى سي عمر ماشي لعبه بين يديك اللي متبغيها غدا ترميها ولكن ابا عزيزه راه غير عزيزه كاتبه ديالي انا كان عليك تحترمها وتوقرها وبا الله يرحمه كان صديقي من اعز الاصدقاء كان غادي يكون شريك لولا بعض الظروف وبنته راه بحال بنتي ولكن سمح لي ابا راه ميكلكش تبزع عليا الزواج شكون اللي تيدير بزز عليك توقع ما وقع انا زيد ملي انا كنصدى راسي معاك تحمل اسيدي مسؤوليتك وعزيزه لازم تزوج بها بغيتي ولا كرهتي وتعترف داك الشيء اللي فكرته ولكن الحاج كيفاش عمر
الله يرحم باك وليدي. كيقولوا البكا مورا الميت خساره، البكا ما غيفيدنا بوالو. بقيتي فيا، خلي لك باك حمل ثقيل. على هو غيحملو ثقيل وصافي. امي امي ما نخبيش عليك، ما نقدرش نصير الشركه، كنخاف لا تصورت تبان ليا في كل بلاصه، حتى داك الكرسي ديالو ما نقدرش نجلس عليه. باك الله يرحمه غادي يفرح في القبر ديالو الا تبعتي كلامه وحافظتي على داك الشيء اللي بنا. شوف وليدي، غير تفوت هاد 3 ايام وسير للشركه، واش غتخلي عبد العلي يدير اللي بغا؟ هاودي امي والله داك عبد العلي ما عرفش باش نجازيه، راكم ما كان هو كره عامري مشاكل. عارفه، ولكن خصك تنعل الشيطان وتمشي لخدمتك. ايوا ومراتك مالها؟ يحسب لك انا ما عارفه والو، مجا فيها وحاسبها كاينه ولا ما كايناش. هذيك راه مراتك وام وليدك، نعل الشيطان يا وليدي. امي انت عارفه من النهار الاول انا ما كنتش باغي نتزوج بها. ما نبقاش نسمع هذا الكلام. مالك مقلق؟ واش ما سمعتي في هذاك الولد شنو كيقول؟ ايوا انت اللي زوجتي عليه بزز، كان خصني نمنع انا الزواج لان عارف غادي يسمح فيها دغيا. وعلاش ما قلتيش هادشي في ذاك الوقت؟ ايه ملي كنتي عايش يقدر شي واحد يقول لك لا. الحاجه الله يهديك، بنات الناس راه ماشي لعبه، دخلت عليك بالله. واش رضي شي واحد يتكلس على بنتك ويحب لها ويطلع واحد الطريق؟ ماما مالكم؟ ما مالي والو بنتي، ما مالي والو. اجينا عاد بنتك على ساخ خاص مين؟ والو حبيبة ديالي، الله يرحم باباك. الله يرحمه على المسلمين. إنا لراجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ودعي مع باباك الله يرحمه. جميعا الله يوسع عليك. الله صبرك زعما مسلمين. آمين بنيتي، وسع نقي مامك على ربي. أنت عزيزة وتنحبك بزاف. أنا حبيبة ديالي كنبغيك بزاف. أنايا وحقيقة لبكيتي الله يوفقك. أما مزز بكيا. ما نبكيش بنتي، ما نبكيش، ما نبكيش. سيدي ادم حسن انت غادي توحي جدو. حسن انا غادي نتوحي. صافي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. على سلامتك. الله يسلمك يا بنتي ولدي العزيز. دابا عاد نتكلم نقول لك مبارك مسعود. الله يبارك فيك. انا طمأنيت دابا على الاسم ديالي غادي يبقى. الله طول عمرك. من بعد ما يموت. الله يخليك لي، الله يخليك لي. ما بغاش يطلع يرتاح في البيت، قال لك حتى نشوف الحفيد ديالي. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. عزيزة. راك عزيزة عليا بزاف بنتي. نسيتي كبرتي في عيني لما جبتي لي هذا الحفيد. والكادو ديالك سيارة جديدة. ربي تكون عندك. ربا خذ راه باقي ما بنتي ليه. ما شاء الله 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 ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
هذاك الشيء اللي وعدكم به الحاج الله يرحمه امانه على رقبتي غادي تاخذوه، وهاد الشركه راه ما يمكن ليهاش تزيد القدام وتحافظ على مكانتها في السوق الا ما تعاونتوش معايا مجموعين. غيرت الناس يا عمر، حنا كاملين غادي نوقفوا بجنبك، حيت النجاح ديال الشركه هو النجاح ديالنا كاملين، وهذه هي الفرصه ديالنا باش نبرهنوا ليك على الوفاء والاخلاص ليك ولروح با الحاج الرضي الله يرحمه. الحمد لله. نزيدك شويه الحاجه. صافي بنتي الله يخليك بصحتي. مساء الخير. على السلامة. الله يسلمك. درتو البصارة؟ لا هذه لا صوت اللي كتعجبك صايبتها للقبائل. انصت لك. لا خليك خليك. وفين هي غيتا؟ غيتا شعلت الشميعات ومشات تنعس، ياك عندها شي أنشطة الصباح. قالت لي المحامي نرجو قالت لي اتصل بك شحال من مره اليوم وما جاوبتيش. قالت لي زابيل ديالو حتى من بعد نعيط ليه. انا هادي مسوسه عمر، اتقدر ترجع البيت دابا؟ ما بقاش ادم كيفيق في الليل بحال كيف ما كان. عمر شفتي ادم شحال غزال ولا مهيدن وكينعس الليل كله ما كيفيق حتى الصباح. شحال قدك ما تهجر مراتك، رجع لبيتك ونعس حدا وليدك. الولاد تاهما راه كيحسوا بالغيار مع الشيطان. مع الشيطان. لا كل جيلي بغي ها مي بدمه من ده البيت. صافي صافي لا خلينا احسن. دابا وليت كنخلعك. مشروع الرونق فين وصلتوا فيه؟ راه حنا غاديين عام سيدي، باقي لنا واحد جوج ديال الورثه اللي مازال ما لقيناهمش من بعد، ولكن حنا راه لقاو معاهم الحل غير تانا. كيما يكون جديد علموني. مرحبا سيدي. الله يخليك عيط لي معاك على السي عبد العلي. مرحبا سيدي.
وي السلام بغيتيني اش درتو مع النقابه انا راني مكلف بالحوار مع المكتب النقابي وغدا ان شاء الله يكون عندك تقرير شوف هات خلي الموارد البشريه اللي تكلف بهم هاجي جرى بغيتك على شي حاجه سد الباب وليد عنده 8 شهور يلا نقلبوا معايا ما تخلعيش ما تخلعيش شنو لابس شنو لابس شنو لابس دابا نلقاو رجع له ها هو شنو كان عارفه هو كان عارفه كان عارفه راه كان عارفه راه مرت في عيني اللي عافاك الله يحفظك بلاتي نعرفه منكم ضحكت وندمت حتى ما تكونش تقلقتي شكون اللي صيفطك واخ انا جايك شكرا انا خليلك عزيزه انت راه عارفه معزتك عندي وانا وانتي بحال بحال انتي جريتي من مور الحب وانا جريت من مور الفلوس هادشي علاش انا وياك كيف كيف ما جاوبتينيش على سؤالي شكون اللي صيفطك واش عمر شحال تاخدي وتطوي صفحه عمر دابا صفحه عمر ولا عندها ثمن عمر مستعد يعطيك اللي بغيتي مقابل طلاق الاميابل ومقابل تخلي على حفيد الحاج الراضي ما تجاوبينيش دابا وسمحي لي والله انا محرج باش نقول لك هذه الهضره ولكن ما عندي ما ندير عمر
مدام عزيزة. شنو؟ بغيتي شي حاجة؟ جاية عند راجلي، عندك شي مشكل؟ واخا لا لا نقولها له. يوسف تنبع نتصل بك. عزيزيك لاباس؟ لهاد الدرجة ما بقيتيش حاملني؟ مصيفط لي عبد العلي ساوني فولدي. انتي عارفة بلي اللي كان جامعني معاك هو الحاج، والحاج مات الله يرحمه، حتى زواجنا مات واخا عمرو ما كان حي. من نهار اللي تفضحت علاقتنا والحاج عطاني حقي وليتي واحد اخر. ملي كنت صاحبتك كنت عاجباك، كنتي كتحماق عليا. ملي وليت مراتك ما بقيتش معمره لك العين. بركه وما تنسيش بلي انت نهار الاول جيت كتبوسي رجلي باش نتزوج بك. الحمد لله اللي تزوجت بك. مو كان واحد اخر كل الفقل كتومه ورماك للحبس. وديرها ديرها عمر، اش كتساين؟ ياك ما كتسناني مازال نطيحي لك على رجلك ونترجاك. عمري ما نعاودها. عرفتي علاش؟ حيت ما تستاهلش. والمعلوماتك انا مال الدنيا كله، ما جينيش ضفر في ولدي. كي وصلتي دابا ودنك عندها. راني ندمك. انا ما نكرش باللي بغيتك ومازال كنبغيك. انا طراب ديال رجليك ولكن ما كنخافش منك. صافي تعطلت. السلامه. وتنهار كله انا كنعيط لك وهاد جاي. فين كنتي؟ اسمح لي السي عمر، كان عندي ميدار. كنت ميت. ودابا خينا صيفطنا يهضرنا مع المدام وعاد شعلات وعاد ولات نايضه عندي انا. السي عمر ما تقلقش، راه الحوايج كيديروا بالفن. انا راه مازال ما كملتش خدمتي. ورا كانت غتخلي دار بويا هاد النهار، سمعتيني؟ غتخلي دار بويا. اويلي اخويا راه شبعت فيه معيون. انت شكون اللي دوا معاك؟ كوني. شتي انت؟ والو ما كتسوى حتى شي حاجه. انت شفار وانا راه عايق بك. ها دابا نوض تقلع. اجي قربي حدايا. اجي الزين. انت راك مريض شويه في راسك والله حتى مريض. الله يحفظك. ناديه ناديه وصافي. واش ديري انت يا كاع ناديه ولا صافي؟ يلا مشي معايا. الله يحفظك. وداك كنتي تمشي معايا. صافي صافي سيري عقلي فيها. ها هي مالو كاع الطاكسي سيري.
عندك تعاونين ولا بتبقى تطرحي لي في الأسئلة؟ فين غادا دابا؟ ما عرفت لفت وبقيت عارفة شنو غندير. عندك عزيزة تمشي تقولها لأمي. ما نقدرش نقولها لأمك حيت باك يلاه مات. شنو بغيتي نقولها ولدك كان سكران ضرب واحد؟ ها مسكت لها القلب؟ غادي نمشي نقلب على ياقوت تجي تعاوني في هذا الشيء. شوف نبدل عليك أنت هاد الحوايج حيدهم. سيدي عفرتي سيدي عفرتي هادي دريها في الماكينة تصبان. اش وقع سيدي عمر؟ لا والو غير دار كثيرة ويلي. لا ما وقع لي والو. ديرو مع عفرتي يصبنو في الماكينة واخا الصباح هما نولي يصبنو. لا اختي ياقوت عفاك تعرفي سيدك عمر كيفاش داير صب ليهم دابا وغدا ينشفو لي. شكرا. عليكم السلام. الله يخليك كاين استاذ نور الدين. كاينه لالا ولكن مشغول دابا تفضلي تسنيه. لا الله يخليك ما نقدرش نتسنى بزاف عندي وليد كيرضح. غير قولي ليه بغات تشوفك نسيت الحاج الرادي عزيزه. واخا لالا تفضلي. وي استاذ واحد السيده كتسناك من عائله الحاج الرادي. واخا واخا قولها تسنى عفاك انا خارج. واخا صافي سيدي. ها هو لالا جاي تسناي شويه. عزيزه لاباس عليك؟ صحه لاباس؟ الحمد لله. هاك لاباس؟ الحمد لله خير. واحد تشوف فار بلاصه شتي مع الخرجه ديال لوطيل فار بلاصه. وانت متاكد ضربتي هنايا؟ انا متاكد. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك الشريف ما شتيش واحد الكاميون ديال السلعه مقلوب هنايا؟ لا ما كان حتى شي كاميون مقلوب ولكن كان البارح واحد الكسيده واحد مسخوط الوالدين ضرب واحد الدري وهرب. ايه وشنو طرا؟ جاو البوليس وراك عرفتي كيتصوروا داك الشيء ياخذوا الدم يسولوا عباد الله. والدريه؟ الدريه؟ الدريه راه هزوها في لابيلاس مشات ميته داوا واقيلا لا مورك. والله يخليك ما شاف حتى شي واحد السيد اللي ضربها. اش غنقول لك بقى فيا الحال البارح كان الظلام وكان واحد البولون طفي على بنت كنت غادي ناخذ النمره ديال الطوموبيل ولكن دوماج زرب 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 عليا ما قدرش نشوفها في الظلام. واخا شكرا شريف.
سي عمر ياك لاباسك ما عيطلك شي واحد؟ ما عيطلي تحت، ولكن عبد العلي راه ما يمكنليش بقى خايف حياتي كلها. دابا شناهو الحل في نظرك؟ باغي تمشي عند البوليس؟ باغي تعترف؟ واخا داكشي اللي غندير. مزيان، ساعترف. تقول لهم كنت سكران ضربتها وخفت ما عرفت ما ندير وانا نهرب، سمحوا لي. واش دابا انت جبتك تعاوني ولا تغرقني؟ بغيتك تحسب بها سي عمر. راه سيقة في حالة سكر تهمة. الهروب ما كان لحاجة تهمة. وعدم تقديم مساعدة لضحية تهمة. وهاديك الضحية ماتت وتبعها تموت. أحسن المحاميين في البلاد غادي يعطيوك 30 عام. واش انت مستعد للتضحية؟ ولكن اش غادير انا؟ اش غادير دابا؟ خاصك تفرح حيت معاك الناس واقفين باش نبكي. الناس كلها خارجة من خدمتها وغادية لديورها، غير أنا بوحدي اللي تابعني الحبس والقهر. السي عمر راه ما شافك حد، أنت بوحدك اللي خواف. واش باغي تفيق الحمق بضريب الحجر؟ وشكون اللي غيضمن لي سكتك أنت وعزيزة؟ ولا بغيتيني حياتي كلها نبقى تحت يديكم؟ هذا حساب آخر ما فكرتش فيه. ولكن أنا فكرت فيه. أنتوما بجوج سلسلتوني، واش أنا هربت من البوليس صدق طايح ما بينك وبينها؟ سي عمر لا انا ولا عزيزه ساهل شريت كتنا، هي راه مرتك وبركه عليها رجعتي ليها، وانا الحمك تافي من خيرك وماشي من صلاحتي نخسرك. واللي خاصك تعرف هو لا انا ولا عزيزه نقدروا ندوري لنا ولينا شركه معاك في هذه الجريمه. حيد هذه الاوهام من راسك وارجع لطبيعتك عافاك. انا ما عرفتش كيفاش كتقنعني دغيا. بيني وبينك عزيزه ما دارت لي والو، انا اللي ما نستاهلهاش. عمر سير ترتاح، ناس شوف وليداتك، وغدا راه عندنا اجتماع مهم. رجع عمر اخر، عمر اللي رجع من الميريكان وباغي يدير بزاف د الحوايج في هاد البلاد. عرفتش كيفاش غندير بلا بيك. راني اخوك. عزيزة صباح الخير الحاج. خير والربح. سلمت عليك خسر بزاف. يسلم على الخير والرباح. خالتي اش بشي عمر؟ شفتو دائما تنقول لك صبري، المراه الحره هي اللي تحافظ على راجلها ودارها ووليدها وتهلاتها في عدوستها. كنتي البركه الله يخليك لينا. الله يرضي عليك. يلا هب 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 هب. بارك عليك. يلا سلام ماما. على سيد سيد سيد. هب هب هب. والله لا عياني. خليك معنا مثلا شوية. خليني نمشي نخدم على راسي. شوف. في العشيه نخرج بكري غنمشي للمسرح. واش دير راسك؟ ان شاء الله. يلا بابي حبيبي بابي بابي. يلا بابي الله يعاونك. سلامه حبيبه ديالي حبيبه بابا. بابا لعب معاك.
بابا فرح معاك. يلا نمشيو نفطروا. يلا ياقوت ياقوت. صافي بقيتي على خاطرك السي عمر. هو دابا عاد ارتحت مزيان. يلا تطالع. يلا نتلاقاو في الاجتماع. الو عمر. هو هذا سيدي شكون يبغاه؟ هذا واحد من صحاب الاجر. تسنيتك زعما تحشم وتخاف من الله تقدم راسك للبوليس. ساعه شفتك وانتي شكون انت؟ ماشي المهم شكون انا. المهم هو انني شفتك دهستي البنت وسلتي. شمن البنت اش كتخربق؟ ما عليكش ما عليكش. طلع دابا للجبل لحق الفيلم اللي عندي غادي يهبطك من الجبل. راك عارف كاع البورطابلات فيهم الكاميرا. راني صورتك اصحابي. الو الو عمر. عمر اويلي اويلي اويلي. بقيتي عليا ما شافك حد. الدنيا هانيه ما تمشيش عند البوليس. وها هو شافني وماشي غير شافني صورني بالبورتابل ديالو. ايوا عمر مالك خايف؟ هذا راه واحد باغي يدبر عتق رقيبه وصافي. راه ما طلبش الفلوس. راه قال لك بغى يهبطني من راس الجبل. واش في نظرك كون باغي يغرقك هذا السيد غيتصل بك انت غيحيط البوليس؟ هذا راه ينوي شي 10 مليون ولا 20 مليون تعطيها لي ويسد فمو. دابا انت واش ما كتفهمش؟ راه ما طلب والو ما بغى حتى حاجه. اسمح لي يا سي عمر الله يهديك. راه الامور بحال هكا كتكون دائما كيعيط عليك تيخلعك بجوج كلمات باش انت تفعفع ومن بعد يتصل بك غايقول لك بغيت قدا وقدا باش نسد عيني. واشنو غنبقى نقفف هكا حتى يتصل بيا هو؟ اسمح لي يا سي عمر في هاد المواقف خاصك تكون راجل. انا ماشي راجل. انا ماشي راجل اللي قتلت وحده ما دارت لي والو فهمتي. ماشي راجل. اسمعني اسمعني اسمعني. شوف عبد الهادي سير بغيت نقف بوحدي. سير بحالك سير بحالك عبد الهادي. علاش هربت انا؟ علاش وعلاش هربت؟ علاش ما مشيتش عند البوليس؟ مالي نصدع راسي هاك. امي اش درت انا يا امي؟ انا نحلت راسي. هادشي كله وقع وانا ما في خبري والو. والله حتى ندمت اما كون مشيت عند البوليس وهنيت راسي. اش وقع كاع؟ درت اكسيدون بحالي بحال عباد الله مكتب علي الله. حتى دابا عمر ما تقهرش راسك. ما كاينش مشكل ما عندوش الحل. هاد خينا هذا باش كيهددك بالبوليس. نمشيو عند البوليس ياك؟ لا لا نمشي عند البوليس برجليا. انت باغني ندخل الحبس واقيلا؟ راه بالعكس الا مشيتي دابا عند البوليس واعترفتي غادي تسهل علينا. اقول امي شي حاجه. انا ري من ريها. سيدي عمر. سيدي عمر اش كاين؟ غير شي واحد صونه ومن جيت ما لقيت حاجه انا حتى شي واحد لقيت غير هذا. صافي سير انت. واخا الو طلب 200 مليون شحال
30 مليون. وانت شنو ناوي دير السي عمر؟ تعطيها لي في نظرك شنو غندير؟ ما تقوليش غنمشيو عند البوليس. 200 مليون بزاف، ولكن كيبان لي السي عمر هذا من كبر الكرش ولهاد الدرجة ناوي يضربها ضربة واحدة، ما غاديش يعاود يطلب شي حاجة أخرى. وشكون اللي قال لك ما يعاودش يطلبها مرة أخرى؟ باش نقطعوا الشك، شوف لي شي مول بورتابلات ولا شي استوديو ديال التصوير هنايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عفاك الحاج، بغي نسولك على واحد القضيه متعلقه بالتصوير بورتابل. واحد السيد صور لي اختي وبدا كيهددنا بالفيلم. هادشي ولدي ما كنفهمش، ولكن شوف مع سفيان ولدي. شكرا. سفيان. السلام عليكم. السلام. كون عفاك بغيت نسولك على واحد القضيه متعلقه بالتصوير بالتليفونات. بحال هاك. واحد صور لي اختي بورتابل ومن بعد بدا كيهددنا بالفيلم. حنا تفاهمنا معاه وعطينا اللي بغى، ولكن خفنا لي. ولكن بلاتي هو لعب في يوتيوب ولا باغي؟ لا. والله يا صعيب علينا نجاوب، راك عارف التقدم التكنولوجي ما كتعرفش بنادم علاش مطول. احسن حاجه هي تاخذ من عنده كارت ميموار، هسا هكا ما تبقاش تلعب في يدي. شكرا بزاف اخويا. ما درنا والو، مره اخرى. صح وراح. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. اجاك رزقك شد وليدي مالك، تعرف انت غير تقول لي ارى 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 ارى. عمر اش كدير؟ امي الكفر ما فيش فلوس داكشي اللي بغيت. علاش الفلوس؟ امي ياك هضرنا على الفلوس وانت اللي عطيتيني الكود ديال الكفر ودابا ما لقيتش داكشي اللي بغيت. وعلى باك يخلي 200 مليون في الدار؟ الفلوس راه في البنكه. دابا اش غنقول للسيد؟ قول له حتى الصباح يصبح ويفتح وليدي. حتى الصباح. برد عفاك مالك مقلق؟ وهذا تعطل بزاف وحاج يجي. غادي يجي اسمع غير صبر. وقيلا هو هذا اسمع. ما تنزل ولا ننزل؟ لا لا غير ننزل انت. اول شي شوف عندك يضحك عليك. كنت فلا علينا لما كان ضد شاسع عمر بين عليه ماشي محترف هبره صورك على غفله وضرب الهمزه ومشى.
تشرح لي هذا الشيء هذا اللي هنا. هذه يا سيدي الوصيه اللي كان خلى الوالد ديالك الله يرحمه واللي في اخر ايامه جرينا عليها تعديلات. وصبحت هذه الوصيه جديده وموجب هذه الوصيه كتصبح عزيزه عركيد وارثه شرعيه في الثلث في كل ما كيملك الحاج. ياك ما تفاجئتي اش غادي نقول لك سي عمر؟ ما خصناش نتفاجئوا، هذه الرغبه ديال الحاج الله يرحمه ما علينا الا نقبلوها. انا حاولت مرارا نتصل بك ولكن في كل مره كنت كتكون مشغول. حتى عبد العالي ما فهمتش كيفاش حتى ما قالها لكش، حيت هو بحكم انه كان عزيز على الحاج كان خبره بها. عبد العالي وكان سي مرطين، انا عبد العالي عمر ما هضر لي على القضيه ديال الورث. اش غادي نقول لك بنادم هذا ما تقدرش تعرف شنو تحت راسه. وخيلا كنعرفك. لا خويا ما كنعرفكش. غير شوفو كان. انا هي اللي خبطتي هذيك المره بالطوموبيل وهربتي، عرفتيني دابا. ودابا عاودي ليا. وخويا اش غنقول لك؟ داك النهار فاش شفتك وليتي في ديك الحاله، نضت انا سلت فحالي مشيت. كانوا معايا شي بنات، هما خداو طاكسي مشاو، وانا كنسكن قريبه. قلت غادي نتمشى على رجليا. يلا بغيت نقطع الشانطي وانت تعطيني. ما متيش واش تم قرقم تكون مت غنكون باركه حداك. انا دابا هنا كليت الدقات قصحت غيبت واحد ساعه وعاود مت. اختي 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 نوضي نوضي بشوي عليك نوضي نوضي بشوي ما كاين باس لا والو غير واحد ضرب بالطوموبيل وهرب. انا غنتك الكلينيك. يلا لا 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 عندي والو خويا حطينا الدار خصك تمشي الكلينيك راه ضربه مضروبه في الراس. ها ولدي 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 شنو عندك ولدي؟ هو اللي هزني وداني للكلينيك وعطاني الفلوس وقال لي ما عمرني ما نشوف وجهك مزال. الحمد لله ما طرا لك والو. هاك الا بغيتي تهلا فيا دير بصح، الا لقيتي ليا شي خديمه بالحلال عرك كتافي نوقف مع ولدي هو اللي عندي ندير اللي كان. ياك الخدمه ماشي عيب، ندير الميناج نصب نسيق نجفف اي حاجه نديرها. مبغيتش ولدي يكبر حشمان بين صحابه معقد، مبغيتهم شي يعيروه بمو، بغيتو كبر هاز راسو ويقرا. هذا هو الخير اللي بغيتك دير فيا. فين ما طرالك والو هذا هو كلشي، حسبي الخدمه جاتك وحتى ولدك غادي يقرا وعلى حسابي. هادي ما كارت فيزيت فيها مون نيميرو دو بيرسونيل، غتحلو تتصل بيا الاسبوع الجاي. الله يرحمك الوالدين اخويا، الله يرحمك الوالدين. وهادي ماشي ليك، هادي لولدك. Thank you.
الله يقبل اختي. ياك دعيتي معايا؟ ياسر عندك دابا مزابه خافش. الله يخطيك. يلا تصبحي على خير. كوفي خير. عمر عمر زينة. نعم. زبليا اسمع. ولكن اخي تاهم باقيين عندك. باق عندي ياك سي مشكل زليا بزاف. عريك. زوج كلمات. خدا ان شاء الله نشريهم اختي. وعندك. يلا بسلامة. عمر زيت هنا. وانا تخلى في راسك انا عاوز سوق على معلي مراتك تفتح حتى حاله عطاش ها انا نقول لك وانا كما راجل كوكي كباب بس بعد شويه فهمنا ولا لا وهكاك يا سيد طلع امال شوف لعبتها ندم على راسك فهمتي سمعتي انت نقول لك يلا احنا شوف احنا مشو نصلي وين كنا خليتي نمشي نصلي خلي الصلاه من بعد ويلي عرفت علاش ما كنمشيش للبلاد علاش كنمشي لتما كيجيبوا القبور اللي كيحطوهم لي تما قدام الدار ودري صغار كاع فين ما كنجي واحد مخصوص كيجي عندي كنصحبو واش انا هو كنمشي انا ب 20000 ريال 10 كنعطيها لما 10 كنخليها باش نرجع بيها ونشرب القهوه مع الناس ما كنتش تك بحال الا شويه يلا زيد 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 فين زيد تبع هذا زيد يلا زيد يا بلاتي ندير الصمتة على إلا جاني البروسي انت اللي غادي تخلصوا ليا لاباس عليك كلشي بخير بصح لاباس تفضل شي عمر واش عمر شنو بغيتي؟ هذا باش دير الماتش ضرب عندي واش هذا وقتو؟ هاك تعطلت عليك لا صافك شي حد اش بصبا فين هما الفلوس اين فلوس اها 200 مليون بغيت غير نسولك بعدا واحد السؤال علاش درتي هادشي كله في الحاج مع انه كان كيدير فيك الثقه وكان دايرك بحال ولدو وحتى عمر كان كيثق فيك وعطيك المسؤوليه حاجة كنت كنبغي بحال با ولكن عمر دللني حسبني بحال حتى شي حاجة دارني درجة كيوقف فوقها وني تكرفست وعلمت الخدمة منين جا من الأمريكان ضربني بحال الشفاف منين ما داز كيمسك فيا رجلي خدا ليا كلشي حتى انت خداك ليا حتى بديت كنتقرب منك في الاخر تزوج بيك هاد الحاجة اللي بزز عليه ما عليناش كل ليا فيه الفلوس اش خاطر هادشي كله خططتي ليه صراحة ما قلت لك حتى حد ما
دابا كتمدحيني ولا كتعايريني؟ ما عليناش، جيني من الاخر. طمعتي في الفلوس، شحال بغيتي؟ ماشي مشكل، انا برك عليا نتزوج بك فاش يطلقك عمر. انا ما باغيه والو، وحتى الفلوس ما غادي ناخذهم لا انا ولا انت. الفلوس عطيتهم للاستاذ نور الدين، غادي نرجع من مولاهم. شنو شنو دخل نور الدين في هاد الهضره؟ ياك ما باقا كتبغي عمر، راه غادي يلوحك وغياخذ لك الولد. هذاك راجلي وبات ولدي، ومن حقي نعطيه فرصه اخرى. وياك اتفقنا انا وياك غادي ناخذ الفلوس وتزوجي بيا. انت استغليتي ثقته، استغليتي ضعفه وخوفه. انت درتي خطه وانا لعبتها معاك، حيت شديتيني من ايدي اللي كتوجهني. يا عزيزه، ياك ما صاحبك غادي ديريها بيا، راه غادي ندمك. حتى انا غادي ندمك. السلام عليكم. بوليس. شوف، غادي تزيد تفضل معنا بهدوء وبلا سينما. حنا مراقبينك ومتبعين الخطوات ديالك من نهار جاتنا الشكايه بك، والحجه كاينه بلا ما تزيد تكذب علينا. تاعنا يمكن لك تفضل معنا. هادشي اللي كان الحاج. بلاتي بلاتي بلاتي، راني تخربقت. يا قوت يا قوت. نعم لالا. اجي بنتي اجي. هاك الله يرضي عليك، دي ادم بدي لي ليكوش شويه. سي نور الدين، هادشي وقع والحاج ما قال لي والو. بعد 10 سنين كيخاف مني، يخافني نقول ليه لا. قول لي عزيزة في اخبارها؟ الصراحة عزيزة ما في اخبارها حتى شي حاجة، حدها جات عندي حيت شعرات بلي العائلة ديالها والأسرة غتشتت. وبصراحة أنا اللي عاونتها باش نفضحوا عبد العالي، درنا هذيك الخطة باش على الأقل لقاو دليل. راه اللي كنعرفو هو عبد العالي، هو اللي لعب عليها باش يجرها لعندو باش أنا نطلقها ويتزوج بها. الحمد لله اللي لقيتكم مجموعين. قبل ما تكملوا انا وقيلا غتسمحوا لي، المهمه ديالي سالات. هذه امور كتخص العائله، اما انا اديت الامانه يطلب مني الحاج. غير حاجه سي عمر بغيت نطلبها منك، كانت الرغبه ديال الحاج باش الاسره تبقى دائما مجموعه. خليك عزيزه بعقلك. الله يعاونكم. وانت يا عزيزه ما عندي ما نسالك، سي عمر عنده لك واحد المفاجاه نفضل يقولها لك هو. السلام عليكم. سلام. عمر الله يخليك، الا سمحتي نبغي نهضر معاك قدام الحاجه. انا حاولت صراحه نكرهك كيف ما كرهتيني، وحاولت ننتقم لنفسي والولدي، ولكن ما قدرتش. عارف. اشنو عارف؟ عارف بلي عبد العالي هو اللي دار هادشي، ولكن اللي ما عارفاش عزيزه هو بلي الحاج كتب لك الثلث في الاملاك ديالو. الحاج هادشي اللي كنسمع بصح؟ انا الحاج خلى لي الثلث ديال الاملاك ديالو؟ يا بنيتي هادشي بصح. شوف يا بنتي، حنا ما عطيناك والو، الله اللي عطاك،
ولا درنا لك شي حاجة سمحي لنا على وجه الدم. ما تقوليش هكاك الحاجة، أنا ما شفتش منك غير كل خير، كلشي دايما حاسة بيا، ولكن أنا دابا كنفضل نخرج من حياتكم على مال الدنيا كله ما كيسوى عندي والو. بارك عليا غير ولدي. عزيزة عافاك، أنا دابا كنطلب منك السماح، عارف راسي كنت ظالمك وعارف كنت هاملك، ولكن أنا ما نقدرش نعيش لا بيك، إلا ما كانش على وجهي إيه على وجه ولدنا آدم. عافاك عزيزة. السلام عليكم. انت ما فاز سمعوز؟ انا عارف قلبك كبير، اعطيني فرصه واعتبرها هي الاخرى، ديري بحال اطلبها منك الحاج. عزيزه خلي الشمل مجموع عافاك. وليدة ديالكم انت انت اخويا هاكك بياجر هاكك ميكاب باب وكو زوين وكو خزان.